أهلا بكم. السياسة والصحافة يرتبطان ببعضهما البعض. الصحف تنقل أخبارا وتنشر تقارير ومقالات تناقش مستجدات المشهد الإقليمي وتعكس في بعض الأحيان توجهات ورؤى سياسية مختلفة. في هذه الحلقة نحن نرصد معكم أهم ما نشرته الصحف العربية والدولية ونحلل ما وراءها من خلفيات. ترافقني في هذه الجولة الكاتبة الصحفية الأستاذة جايلان جبر. أستاذة جايلان أهلا بك معي في هذه الحلقة. أهلا بك. دعيني أبدأ معك بقضية أثارت اهتمام الصحف، وهذه القضية كتبت عنها صحف كثيرة، حيث كتبت مجلة فورين بوليسي عن دفاع المدير السابق للوكالة المركزية للاستخبارات جون برنن عن ممارسات الوكالة، قائلا إن بعض العناصر ربما يكونون قد خرجوا عن الإطار، لكنه رفض استخدام عبارة تعذيب، مؤكدا أنه ليست هناك وسيلة لمعرفة ما إذا كانت المعلومات التي حصلت عليها CIA كان يمكن الحصول عليها بوسائل أخرى. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تصريحات المدير السابق للوكالة، وأضافت بالقول إن المنظمات المدنية وجماعات حقوق الإنسان تنادي بخطوات أبعد في اتجاه محاسبة المسؤولين عن عمليات التعذيب خلال الاستجواب لضمان عدم تكرارها مرة أخرى. فيما اعتبرت صحيفة العرب اليوم الأردنية أن التقرير وحد خصوم أمريكا، فالصين وروسيا وإيران وأفغانستان، بالإضافة إلى كوريا الشمالية، وصفوا ما جاء في التقرير بالتصرفات غير الإنسانية وبالفضيحة للولايات المتحدة الأمريكية. كشفت صحيفة دي تايمز البريطانية عن طلب رئاسة الوزراء البريطانية حذف بعض أجزاء التقرير لحماية الأمن القومي البريطاني. يأتي هذا فيما تزداد المطالبات بتحقيق مماثل يطال جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية MI5. أستاذة جايلان، بعض وسائل الإعلام قالت أن هناك 13 دولة عربية شاركت وتعاونت مع CIA في عمليات الاستجواب والتعذيب، لكن حتى هذه اللحظة لم تبادر أي دولة أو أي حكومة إلى نفي أو تأكيد هذا الكلام. ماذا يمكن أن نفهم من هذا الصمت؟ من الواضح أن بعد 11 سبتمبر كان في طبعا تعاون بين الدول العربية، لأنه من فعلوا هذا العمل الإرهابي كانوا مواطنين من الدول العربية، فلا يمكن أن نخفي هذا على العالم. وكان هم حوالي 19 فرد، ده غير المتعاونين معهم، ولكن في الطائرة هم 19 من جنسيات مختلفة، تدريبات في أماكن مختلفة من الدول العربية، يحملون جنسيات العربية. ومن المهم جدا أذكر الناس أن ما يجمعهم كلهم كان المذهب السني. كانوا 19 جنسيات مختلفة، أسماء مختلفة، خلفيات تعليمية مختلفة، ولكن يجمعهم المذهب السني. فكان تطرف والتفكير المتطرف أيضا، التطرف في هذا المذهب السني، وده هو اللي حتى لا يفهم أنه العامل المشترك هو فقط المذهب السني بالنسبة للأمريكان. نعم. ولكن هو تطرف ديني ويعني خروج عن الإسلام والمذهب السني، ولكن هما بالنسبة لهم، أنا بس هنا بوضح، بالنسبة لهم إذن هذا التطرف السني نحتاج له تطرف من المذهب الشيعي. ومن هنا دور إيران، حصل هذا التوازن بعديها. فالقصة ابتدت من 11 سبتمبر، من 11 سبتمبر أنه بدأت الأمريكان بعد هذه العملية أن تتعاون مع الدول العربية في أنها تعاون مخابراتي في أعطاء معلومات، وكان على الدول العربية أن تتعاون، لأن من هاجموا هذا البرج أمام العالم هو من الدول العربية. يعني إذن الصمت العربي في هذه الحالة ينطوي على يعني قبول أو ينطوي على موافقة ضمنية على ما جاء في هذا التقرير ووسائل الإعلام؟ مش موافقة قد أنه هو تعاون مخابراتي مستمر حتى اليوم. على فكرة هو ما ابتداش بس من 11، كان قبل 11 سبتمبر، وكان في شهادة عمر سليمان اللي قال إحنا نبهنا أنك خطر على أمريكا وأنا نبهت أمريكا، ودي كانت شهادة الوزير عمر سليمان الله يرحمه، وقال أنا نبهت أمريكا على موضوع 11 سبتمبر. ويمكن لم يأخذوه بالمذهب القوي والكلام الجدي، ولكن موجود عندهم في التقارير. نعم. فالتعاون كان موجود وما زال موجود، لأنك لا تستطيع أن تكون جهاز مخابرات تتعاملي مع ذاتك. لازم يكون هناك تعامل مع كل الأجهزة المخابراتية. طيب، بعض الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية تنظر للتقرير بنظرة إيجابية وتعتبر أنه يعني هذا التقرير دليل على أن الولايات المتحدة استطاعت أن تبني نظام ديمقراطي يؤهلها لطرد الأخطاء والاعتراف بها والانطلاق نحو المستقبل. لكن ألا يستوجب هذا محاسبة حقيقية حتى نستطيع أن نقول أنه بالفعل تم طوي هذه الصفحة؟ حضرتك لما تقري التقرير تجد فيه مثلا أنه تهديد هؤلاء بقطع رؤوس أهليهم، والدته أو والده. فطبعا أنا بشوف داعش النهاردة وهي بتقطع الرؤوس، فهذا انتقام.
يعني النهارده الولايات المتحده يجب كان محاسبه هؤلاء وتبرير ذاتها امام العالم. للاسف هي خبت التقرير واظهرته بعد سنوات طويله، وكان الرد الفعل ان احنا وجدنا التطرف اللي جاء من التطرف التعذيب. يعني كل شيء يزيد عن حده ينقلب الى ضده. انت كان في هناك تطرف في الارهاب او تطرف في التفكير والوعي الديني، كان قدامه تفكير في فعل ارهابي، وانا ما بعترفش غير انه 11 سبتمبر كان فعلا ارهابي لانه كان في ضحايا مسالمين منه. كان قدامه الرد التعذيب اللي هو بتطرف زياده، امامه النهارده داعش اللي بتقطع رؤوس الصحفيين الامريكان والاجانب الموجودين عندها. قطع الرؤوس ده جابوه منين؟ جابوه من التهديد اللي اخذوه في جوانتانامو. طيب حتى تنتهي هذه الحلقة، يعني لابد من محاسبة ولابد من إنهاء كل هذه الممارسات المتبادلة. محاسبة شديدة وكشف الأوراق. أنت عارفة كشف الأوراق، ابتدت المحاسبة من كشف الأوراق. أنا لا يهمني اليوم من فعل ماذا، ولكن أنت كشفتي هذا الجهاز بما فعله من إجرام أمام الإجرام الذي أتى به. فإذا كان رد الفعل إجرام بإجرام فهيستمر هذا الإجرام. صحيح. لازم تغيير الفكر عند الأمريكان في المذهب الوسطي الإسلامي السني وما دعوة الإسلام، وتغيير الفكر عند داعش والإرهابيين وأمثالهم، لأن أسمائهم كثيرة من الإرهابيين. التفكير مش بس إن أنا الأسلوب الأمني، ولكن الأسلوب الوعي السياسي والتفكير في التطرف، هذا التفكير الإسلامي والاعتدال الوسطي الفكري بشكل عام. نعم، استكمل قراءتنا معك للصحف من ملف آخر أيضا أثار اهتمام الكثير من الصحف، وهو استقالة حمادي الجبالي الأمين العام السابق حركة النهضة، وهو ملف أثار اهتمام الكثير من الصحف، حيث قرر حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية قرر الانسحاب من الحركة. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط بيان الجبالي، وقال فيه إنه سيتفرغ للدفاع عن الحريات ومناصرة منهج الثورة السلمي الذي يجد صعوبة في الوفاء به في إطار الحركة. تحت عنوان الجبالي يشق عصا الطاعة، قالت صحيفة العرب إن حمادي الجبالي حاول خلال فترة رئاسته للحكومة حاول فتح قنوات اتصال مع الأحزاب السياسية، غير أنه تعرض لضغوط إخوانية وتدخلات في صلاحيته ومعارضة لقراراته دفعته في النهاية إلى الاستقالة. من ناحيتها وصفت صحيفة الشروق التونسية الاستقالة بالمتأخرة، وانتقدت الصحيفة الجبالي قائلة إنه نسي أنه كان المسؤول الأول في الحكومة الأولى صاحبة الأيدي المرتعشة بحسب الصحيفة، والتي فوتت على الشعب فرصة تحقيق أهداف الثورة حين كان ذلك ممكنا ومتيسرا. سلطت صحيفة السفير الضوء على مصادقة البرلمان التونسي على ميزانية الدولة فيما وصفته بغزل برلماني بين الخصمين. هذا الغزل بحسب الصحيفة يخفي تحالفا حكوميا، وتدلل الصحيفة على هذا الطرح بالتنسيق في التصويت بين الحزبين داخل البرلمان في أكثر من موقف. طيب الجبال يشق عصا الطاعة في صدر صحيفة العرب، ما رأيك في هذا العنوان؟ يعني دي كلها خطوات بنشوفها من أنه أصبحت هناك أجندات شخصية تضغي، وأن هناك النهضة بتهدد مستقبله السياسي، وجد أنه يخرج عن النهضة. وأنا ما بصدقش اللي بيخرجوا شكليا ولا يخرجوا يعني باعتقادهم ولا يعني بتفكيرهم. انسحابات سورية لكن تظل الأفكار على حالها فقط، ولكن الاعتقاد من جوه ارتباطاتهم بتكون قوية جدا، لأنها بتبقى عقيدة. يعني إيمانهم بالنهضة أو إيمانهم بالإخوان المسلمين. لكن دعينا نذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي ينسحب فيها الجبالي من حركة النهضة، ويعني تكررت انتقاداته في الآونة الأخيرة للحركة. هي ولن تكون الأخيرة سيدتي، هي هتكون انتقادات وبعديها عودة وبعديها هي محاولات للعب أدوار كثيرة من بينهم لتغيير وجه هذه الحزب الذي أصبح مرفوض رسميا من الشعب التونسي. فيجدوا منهم من يخترق أو يخرج هذا من هذا الحزب ليدعي أنه هو إصلاحي أكثر منهم، زي هنا الإخوان المسلمين بدون سلاح، كله كلام أنهم بيخرجوا يلعبوا على مسارين في نفس الوقت. المسار القديم الذي أحرقت أوراقه، فيخرجون بمسار من داخله ومن باطنه أنه يرفض المسار القديم وسيقوم بشيء من التجديد، ولكن في الحقيقة كلهم أصحاب وجوه وأهداف واحدة. طيب دوما ما تثير الاستقالات والانسحابات هذا النوع من الجدل في الأوساط السياسية والصحفية، برأيك هل السبب وراء هذا الانسحاب هو سياسة حركة النهضة في الآونة الأخيرة؟ طبعا هي السياسة اللي كشفت على وجه التفكير العقائدي للإخوان المسلمين أو النهضة أو حماس أو أردوغان، أو
هم في اشكال متعدده. لو تبصي لاردوغان اللي كانوا بيسموه الاسلام المعتدل اول ما طلع في تركيا، لو تشوفي النهارده حماس اللي كانوا بيسموها مقاومه اصبحت هي تقتل من الجيش المصري بدل ما تقتل من اسرائيل، وما بقاش في عندها اي مقاومه ولكن تحطيم غزه وشعب غزه هكذا يفعل. النهضه ماذا فعلت؟ الدليل على رفض الشعب التونسي ليها. هرجع تاني اقول لك، الشعب التونسي قال رايه وقال ارادته في الصناديق، ونشاهدها بعد أيام أيضا في انتخاب الرئيس. فهم وجدوا نفسهم يسقطون إلى القاع ويحاولوا أن يتنفسون النفس الأخير في إخراج الجبالي بوجه جديد، عسى وربما أن يعني ماء الوجه، أن يراعي ماء الوجه لهذا الحزب، حفظ ماء الوجه لهذا الحزب. أها طيب، يعني صحيفة السفير تقول أن هناك غزل بين الحركتين أو بين الحزبين، حركة النهضة وحزب نداء تونس. هل يمكن ربط هذا الكلام؟ أولا هل تتفقي مع هذا الكلام؟ وهل يمكن ربطه باستقالة حمادي الجبالي؟ سيدي فضيلة، الحسابات دي سياسية، الحسابات السياسية تعتمد على المصالح. فهو ليس هناك غزل قدر ما هو هناك توافق أو مقايدة، توافق تفرضه اللحظة الراهنة بالضبط، ومقايدة سياسية سريعة تفرضه اللحظة الراهنة وليس أكثر. ولكن في النهاية هناك أجندات لكل حزب يجب أن يصل إليها، وأهداف يجب أن يصل إليها بالتعاون بالتناسق بالغزل بأي طريقة سيصل إليها. أستاذة جيلان جبر الكاتبة الصحفية، حان الآن الوقت لكي نذهب أنا وأنت إلى فاصل، نعود بعد لمناقشة عدد من الموضوعات. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود إليكم بموضوعات جديدة، فابقوا معنا.